بزاف صاحبي الغلا كاين بزاف صاحبي واش الغلا راه السوق راه صافي هادو راه سادين السوق على البوفري كاع ما خصوش يدخل ليه مازال والله اه يدوره يدوره تيقول لك 70000 ريال ومازال تهضر معاه تي مازال تهضر معاه تيدير لك هكا كاع ما تيتسوق لك كاع والله العظيم والله بالنسبه دابا دابا نعطيك انا واحد المثال سيكيورتي شحال باش خدام خدام ب 2000 درهم مثلا انا ترى ماشي تهضر انا على راسي تهضر انا على واحد تحت مني سيكيورتي دابا خدام ب 2000 درهم وغيشري ب 4000 درهم راه عنده 4 شهور ديال الازمه ما خصوش ياكل مازال الا شري ذاك الخروف راه 4 شهور ديال الازمه وهاد الناس هادو تهضر معاهم ومازال اشنو هو الخروف هي دوره هي دوره تيقول لك 70000 ريال 80000 ريال 90000 ريال بزاف اصاحبي بزاف على الدرويش صراحه السبب هرب بيناتهم اما يقول لك شي واحد الغلا فاش انا تسلت واحد كسب البارح فورا والبارح فورا قال لك الخروف تيطي عليهم بجوج دراهم قال لك كذب عليك الكذاب يقول لك الخروف 10 دراهم ولا 20 درهم ولا هاد الناس هادو راه ما بغاوش يحشموا صاحبي بزاف والمشكل هو المشكل ديال حتى الدوله والدوله ملي تيجي بنا انت تدخل السوق خص تكون واحد الاثمنه صاحبي خص الدوله تصرح بواحد الاثمنه ماشي باش يقضي الدريوش صاحبي هما هم الدوله حل السوق والاثمنه طالعه فهمتيني اش نقول لك والاثمنه طالعه وما كاينش لا كاين المراقبه ما كاين لا والو بزاف اصاحبي داكشي كلشي داكشي كلشي هاد الكذوب شتي داكشي هاد الكذوب دابا خروف هكا دابا خروف هكا هكا ديال اسبانيا تيطلب فيه 56000 ريال ما كانش 40000 فرحانين الناس ولينا لقينا دابا ب 100 واش شتي 40000 شتي 40000 40000 وكاع ما يهضر معاك كاع ما يهضر معاك 60000 كاع ما يهضر معاك ياك سمعتي 60000 كاع ما يهضر معاك باش نقولها لك انا راه هضرت انا في السوق وشتي 60000 كاع ما يهضر معاك ايه الله ياخذ فيهم الحق في هاد الناس هادو صراحة صعيب يعيد صاحبي بهاد الطريقة دابا راه صعيب إلا كاع عيد شتي كاع الدريوش كاع إلا عيد راه عنده 4 شهور ديال الأزمة 4 شهور ديال الأزمة ها الحانوت ها بوطاكاز ها هادي راه 4 شهور ديال الأزمة غتكون عند الدريوش إلا كاع عيد شتي كاع إلا عيد دوز هاد العيد راه 4 شهور ديال الأزمة غتكون عنده صراحة 4 شهور ديال الأزمة غيعيشها أزمة ديال حانقة زعما ماشي أزمة اللي هي عندي لا إله إلا الله شنو نقول لك الشيء اللي عندي ما نقول لك ود أخويا باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس